تربية الأبناء مسؤولية كبيرة للآباء وتحتاج جهد واهتمام، خاصة مع التغير الكبير اللي عايشين احنا فيه ونمط الحياة ودخول التكنولوجيا. كل مرحلة طبعا تحتاج إلى تعامل مختلف، سواء من بداية حياة الطفل إلى سن المراهقة، وسن المراهقة يعتبر من أصعب الفترات في تربية الأبناء. وطبعا دور الأسرة في بناء شخصية الفرد أيضا يحتاج وجهد كبير. شلون نقدر نتعامل مع أبنائنا وشنو أفضل الطرق؟ هذا راح يكون إن شاء الله موضوعنا مع الأستاذة باسمة التميمي، مدير إدارة تدريب وتطوير، وأيضا هي معالج نفسي معتمد من الوكالة الأمريكية للتعليم. إن شاء الله مسمى كبير، الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ. نبدأ الآن سن المراهقة، ولا تبين الطفل صغير؟ أول شيء أحب أمسي عليكم على السادة المشاهدين، على متابعينا وعلى المهتمين بهذه الأمور. أكيد. وأحب أوجه لهم شكر على اهتمامهم في هذه المراحل في نمو الطفل. نعم. لأن هذا أساس المجتمع، وهو اللبنة الأساسية في دولتنا الحبيبة الكويت وبكل دول العالم طبعا. نعم. إذا اهتمينا في الطفل من الصغر، معناته أن احنا بنينا أسر سعيدة وبنينا أسر صالحة لتربية أطفال ثانيين بهذا المستوى. في البداية إذا نبي نتكلم في مراحل الطفل، ناخذ المرحلة اللي من سنة إلى 3 سنوات، وهي مرحلة الطفولة المبكرة اللي فيها الطفل يكتشف البيئة اللي حوله. نعم. يكتشف شنو من عالم من ما يحتويه من التكنولوجيا، من الامور اللي يمارسها الاب والام معه. نعم. طبعا تتكلم عن مرحله المراهقه، مرحله منفصله تماما عن هذه المراحل. وفي البدايه اذا بنقول مرحله الطفوله المبكره، اذا غرسنا البذره صح راح يطلع النمو صح. نعم. اذا حطينا البذره الطفل الصغير ربيناه على عاداتنا وتقاليدنا وربيناه صح، من غير العنف، من غير ما نتعرض له بالاساءه، واعطيناه الكميه المفروضه من الحب والحنان والعاطفه والتواصل الكيميائي الجسدي بين الام والاب للطفل، هني اسس صح. بعد ما اسس صح هني اصعد حق المرحله اللي بعدها اللي هي السن ما قبل المدرسه. نعم. هي السن 5 سنوات، 4 سنوات. نعم. 6 سنوات، هذا قبل ما يدخل المدرسه. وفعلا استاذه بان مرحله ال5 سنين بان هذه تعتبر. نعم. مرحله تشكيل وتشكل الطفل. طبعا طبعا هذا من اهم من المراحل اللي انا هني الطفل يبدي يستوعب. هني ابدي انا اشكله شنو ابي يكون. ابي يطلع دكتور، راح اسسه انه يطلع دكتور، ابي يطلع محامي، ابي يطلع مهندس، انا هني ابدي اعطيه التولز، ابدي اعطيه الادوات. نعم. اللي تساعده المهارات. اي انه ينمي مهاراته الجسمانيه والجسديه والاجتماعيه والتواصليه مع الافراد ويعني زملائه. نعم. سواء بالحضانه او في مرحله رياض الاطفال. الروضه. اي نعم، الروضه والى ذلك. بعدها ننتقل لمرحلة المدرسة اللي هي قبل المراهقة. نعم. وهي تبدأ في التكوين الجسماني، يتغير حق الطفل، يبدي يدخل حق مرحلة أخرى في التعرف على أصدقاء، يبدي حبه للانتماء، يكون عنده أصحاب معينين ينتمي لهم، عيال عم، عيال خالة، عيال أخت. المرحلة الابتدائي هذه؟ لا، نقول من الابتدائي إلى المتوسط. نعم. هذه المرحلة من المراحل اللي فيها تذبذبات. هذا صديق اليوم، هذا عدوي باكر، هذا ازعل شيء طبيعي من عند. اي طبيعي. نعم. يتهاوشون الحين 5 دقائق يرضون. ايه؟ هذه السلوكيات يكتسبها من البيئة اللي عايش فيها، من الزوارات، من ما الى ذلك. هني عاد الام والاب يبدون بالتوجيه. نعم. وليس الضرب، وليس العنف، وليس يعني توجيه كلام، توجيه مع اوامر. نعم. المرحله اللي قبل 11 سنه انا اعطيه الامر عشان ينفذه، نظف الغرفه، او عليك ان تدرس، او عليك ان تحرص على انك تحافظ على هذه الادوات، هذه يخصك، هذه الشغله لك. نعم. لا احد ياخذها. نعم. تنتبه على نفسك، يعني من الامور اللي تكون معقده فيها الامور المرحله الجنسيه. فانت هني لما توجهها صح، هني لما يوصل حق مرحله المراهقه ما راح يتجه اتجاه الخاطئ في هذه الامور. ما اقول خليه على راحته، يعني لا اشد عليه، لا كثره الاوامر يمكن تخرب شخصيته لما يكبر، يصير فيه نوع من الاضطرابات. في شيء يسمونه توازن. نعم. يعني ما يصير كله اوامر وما يصير كله تراخي. حلو انه يكون في توجيه. نعم. هني نفس ما نقول ان الاطفال يحترمون الاب اكثر من الام. ليش؟ يعني ممكن يكون القدوه كرجل وكامر. يعني انت كرجل، كرجل في المنزل، يعني هو الام تصير عاطفيه اكثر، فيعني ممكن انه مخالف سوي كذي، لكن الابو يكون في نوع من الصرامه. دائما الام تقول انا اضحي وانا اسوي حق. نعم. عيالي وحق عيالي وحق عيالي. وانا اوجه للامهات. غلط. اول شيء انتي،
اول شيء نفسك، اول شيء ذاتك. نعم. اذا الطفل شاف ان انت محترمه نفسك وذاتك، راح يحترمك، راح ينفذ اوامرك، راح يطيح امورك. نعم. اذا لقاك تتراخين في هذه الامور ما راح يحترمك، يتكل عليك في كل شيء. اي، ونقدر نقول 90% من اللي بدار العجزه اللي ضحوا حق عيالهم، قالوا احنا سوينا وفعلنا وعطينا اللي قدامنا واللي ورانا، يكونون اطفالهم شنو؟ هم اللي العاقين فيهم كثره التضحيه اللي ما لها لازمه. ان الطفل مدرك ان الام والاب يعني مهما سويت لهم او يعني زعلت او كذبت او ما الى ذلك، في رده فعل راح يسامحوني. هذه من اكبر الاغلاط. كلام جميل ورساله ترى حلوه، بان الام مهما يكون تهتم بنفسها، تهتم بعيالها اكيد وبزوجها وبيتها، لكن يظل لنفسه حق. نعم. ندش الى المرحله الحرجه جدا، المراهقه اللي احنا خايفين على العيال. طبعا هذه من اهم المراحل في حياه الطفل، او نقدر نقول خلاص ندخل بالمراهقه. تعريف المراهقة كمن الجهة النفسية أن هذه يكون فيها تغيرات، بداية التغيرات الجسمانية والعقلية للطفل والجسمانية. يبدي ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة. ولكن قاعد نقول تغيرات لم تثبت، اللي هي تبتدي من سن 11 إلى 14 سنة. هذه تكون البداية، الطفل يبدي يتغير شكل جسمه، يتغير شكله، التواصل الاجتماعي، البنت يتغير شكلها، تبدي عليها تظهر مظاهر أخرى. هني تلجأ إلى ماذا؟ تبي أحد يسمعها. يا أمهاتنا يا أبهاتنا، الأطفال في هذا العمر المراهقين من 11 سنة إلى 14 سنة يحتاجون أحد يسمعهم. لا تتعامل بالعقل مع المراهق، المراهق يحتاج العاطفة أولاً. فعلاً؟ نعم. اكبر الاغلاط اللي قاعد تواجهنا شنو؟ احنا نفكر فيها كذي، ان العقل ان لا سوي كذي ولا تسوي كذي. هي مش ان تسوي كذي او ما تسوي كذي، هي مشكله انك تعطي عاطفه، انت تحبه، انت توده، انت تتواصل وياه، راح يتواصل وياك ويحبك، ويعني يكون في نوع من يكون قريب تقصدين يعني البنيه قريبه من الام والولد قريب من الاب. يكون ويبدون يقتدون في الام والاب في هذه المرحله. يعني امي تحط مكياج، انا راح اروح احط مكياج في عمر 14 11 ل 14. يبدي يقلد سلوك ابوه، ابوه يغلط على الام راح يغلط هو، راح يسب خواته، راح يبدي يمد ايده، على كثر ما الابو يسوي الولد راح ياخذ هذه الصفات. فالواحد يكون حذر. بالضبط، يكون حذر بهذه المرحله. تبدي المرحله الثانيه اللي هي من 15 ل 18 سنه، و 18 سنه ينتهي تكوين شخصيه الطفل. معناته انا اسسته صح، الولد يعرف يتكلم، مو خجول، ما عنده مخاوف، هني خلاص كون شخصيته اللي تظل معاه طول عمره، اللي راح يبني فيها اسر بعدين. ممتاز. اي يعني انت تحط، انت عندك اربع اطفال، معناته انت عندك اربع اسر في المستقبل. ممتاز. فاسس صح اوصل صح. شرحك جدا جميل واعطيتي توجيهات ورسائل. نعم. انت خلاص الحين بدام كبر ودش الجامعه ولده. نعم. الحين خلينا نعرف سالفه العنف اللي عند بعض الاطفال، اللي يطق ويعض ويتهاوش، شنو سببها وشلون علاجها باختصار؟ بالحين بالتكنولوجيا اللي واصله عندنا، يعني الباب وايد مفتوح لهم في هذا المجال. بس انت لما تيجي تتكلم في مراحل حق الطفل للعنف، يعني في من سن الطفوله المبكره. العنف يكتسبه من البيئه اللي حوله ومن التكنولوجيا، يعني يشوفون سبايدر مان، باتمان، مدري شنو. ما عندنا غيرهم، شو نسوي؟ عيزنا. هني يبدي توجيهات الام والاب في مشاهده ما يشاهده الاطفال. توني سمعت من اخو زميل دكتور يعني خارج الاستديو يقول ان الولد انا اتابع معاه. يتابع وياي مسلسل بس ما يتابع كرتون. ليش؟ لان تشوف الابو يتابع شيء. الولد يبي الولد يبي هالحنيه، يبي هالتواصل، يبي هالكيميكال، انه يكون التواصل الجسماني الكيميائي، انه يكون ابوي يطالع هالشغله معاي او امي طالع هالشغله معاي. فانا لما اشوف شيء صح مع ولدي او اقرا له قصه، هني ابعد عنه واعرف شنو العنف واعرف شنو الصح. ففعلا اكون حذر، اللي قاعد اشوفه لازم اخلي ولدي يشوفه او بنتي تشوفه. بعدين لما نقول حق مرحله المراهقه والعنف اللي احنا قاعد نشوفه، هذا يرجع اساسا من الطفوله، لما يكون في الطفل فرط نشاط، او اللي هم الهايبر اكتف. اللي هم يكونون نشيطين. يكونون بحسب دراسات مبنيه في جامعه يال الامريكيه، انهم اكبر عرضه للعنف، يعني يسدون فيهم الكذب والسرقه والعنف والضرب في مرحله ما بعد المراهقه. فهني انت لما تاسس صح من الصغر وتشوف الولد فيه مرض او تشوف انه هايبر اكتف،
أعالجه من الصغر راح أتقي أو أقي نفسي من العدوان الطفل لما يكبر. هل علاجه يكون بأن أشاركه في أنشطة كثيرة مثلا كرة القدم البنية مثلا ممكن يعني تلعب رياضة وكذي ولا لا شلون؟ لازم تفهمون، لازم الوالدين يفهمون شغلة، مو أن أنا أشاركه معناته أنا طلعت طاقته. احنا نفهمها كذي؟ لا، هذا أكبر غلط. لازم الإنسان يتثقف في هذه الأمور. أنا أطلع طاقة ولدي، أشوف شنو ميوله، شنو يحب أنميها. ولكن ما تأخذ الجزء الأكبر من حياته. الولد يحب العنف، أروح أشاركه كاراتيه ولا جودو ولا هذه مو طاقه، هذا انا قاعد انمي عند العنف بزياده. انزين، هي اليه دفاع عن النفس، ولكن في حاله ان ولدي عدواني ودفاع عن النفس معناته سوف يؤدي الى ايذاء الاخرين. هني لازم اشوف بالانس في الموضوع، ادخل السباحه، ادخل شيء يهدي من هذه الاعصاب، يهدي من هذه التوتر. البنت عنيفه تكسر، اتواصل معاها اشوف شنو تحتاجه، ليش وصل معاها العنف لهالدرجه. مشكله المراهقه يدورون الحب، عيالنا صاروا يدورون الحب داخل البيت، ما يلقونه من الام والاب راح يدورونه خارج البيت. والباب مفتوح بسبب المسلسلات، بسبب التكنولوجيا، تليفون والموبايل عند الكل بالضبط. المسلسلات اللي قاعد تطلع الرومانسيه وما الرومانسيه، فالبنات يبحثون عن الحب خارج المنزل. اعطوهم الحب داخل المنزل. انت يا الام يا الاب يا الاخ كن لها كل شيء. كلها حبيبها، كلها اخوها، كلها ابوها، كلها كل شيء. للاخ وللاب وللام، انتم اساس البيت وانتم اللي تصنعون بنتكم وسلوكها. نعم. فهذه الرسالة أوجهها حق أولياء. ونختصر بس لنا دقيقة وبنطلع موجز. باختصار الحين، هل فعلا الوقت المعين مع الولد أو البنت يعني يكون نوعي وليس كمي؟ يعني ممكن أقعد ساعة أحسن ما أقعد 10 ساعات وأنا مو وياه. أنا عندي تقعد 10 دقائق ويا طفلك. نعم. مركز معاه وشوف شنو احتياجاته أفضل من 10 ساعات وأنت قاعد في المنزل مالك أي أداء. نفس الأم اللي تقعد في البيت ما لها أي وجود إلا أنا قاعد عشان عيالي. نعم. وين عيالك؟ واحد مني، واحد منك، واحد بالغرفة، واحد تحت. قعدي وياهم مجرد 10 دقائق، هذه تكفيهم عن طول تشتتك عنهم طول اليوم. التركيز. آخر شيء وسائل التواصل الاجتماعي أو التليفون، يعني على طول كل ما بنسكت نعطي التليفون، هذا غلط كبير. طبعا حق مرحله تحت سن 8 سنوات ياثر تاثير سلبي على مخ الطفل. نعم. وعلى حياته، فنحاول ان احنا نحرص في اوقات معينه نعطيه، في اوقات ثانيه ان يعني نوخر عنه لمصلحته جسمانيا وعقليا. كلمه اخيره. احب اوجه كلمه حق الامهات الغاليات وحق. نعم. اولياء الامور والابهات، اطلب من الاباء التواجد في المنزل مع عيالكم والتواصل وياهم. وللامهات، لا تضحين بكل شيء عشان عيالك، لان انت اذا احترمتي ذاتك واعطيتي ذاتك كل شيء، الاطفال راح يحترمونك ويعطونك كل شيء. يعطيك العافيه، ما شاء الله عليك، يعني قدمتي لنا المختصر المفيد، خلاصه جدا جميله، ونتمنى من الجميع ان نستفاد منها. شاكرين لك جدا وجودك معنا الاستاذه باسمه التميمي، مدير اداره التدريب والتطوير ومعالج نفسي معتمد من الوكاله الامريكيه للتعليم. احنا ان شاء الله بننتقل الى موجز للاخبار، ورادين نكمل معاكم برنامجنا بالكويتي.